نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الناس، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة ممن كان قبلكم في سفر، فآواهم المبيت إلى غار، فنزلت صخرة على فم الغار فسدت، فحاولوا الخروج فلم يستطيعوا، فقال بعضهم لبعض: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أعمال صالحة عملتموها لله عز وجل. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت أرعى عليهما غبوقهما، وإنه نأى بي السير ذات يوم فلم آتي إلا وقد غربت الشمس، فحلبت لهما غبوقهما فجئت إليهما وقد ناما. والصبية يعني أبناءه، والصبية تحتي يتضاغون بكاء من شدة الجوع، فلم أقدم على والدي أهلا ولا نفسا ولا ولدا حتى طلع الصبح، ثم أسقيتهما فسقينا. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة وإنهم لينظرون إلى السماء. قال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، وكنت أحبها كأحب ما يحب الرجال النساء، وإني دعوتها إلى نفسها فأبت، وإنها احتاجت ذات يوم فجاءت إلي فأعطيتها على أن تمكنني من نفسها فأبت فذهبت، فلما اشتدت حاجتها جاءت إلي فأعطيتها 100 دينار على أن تمكنني من نفسها، حتى إذا صرت بين شعبها الأربع بين يديها ورجليها قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وتركتها وما بيدها، ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة ولكنهم لا يستطيعون الخروج. قال الثالث: اللهم إنه كان لي أجرا، فأعطيت كل أجير أجره إلا واحد ذهب ولم يأخذ أجرته، وإنه ذهب ولم يأخذ أجرته، فنميت أجرته حتى صار له واد من الإبل وواد من الغنم وواد من البقر وواد من الرقيق يقومون على بهيمة الأنعام، حتى إذا جاء بعد مدة طويلة أتاني فقال: يا عبد الله، أتعرفني؟ قلت: نعم، أنت الذي عملت عندي ثم ذهبت ولم تأخذ أجرتك. قال: اتق الله وأعطني أجري. قلت: أترى ذلك الوادي من الإبل وذلك الوادي من البقر وذلك الوادي من الغنم وذلك الوادي من الرقيق؟ قال: قلت: نعم. قال: فإنه أجرك فخذه. قال: فذهب فساقه كله ولم يدع منه شيئا. اللهم
إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون في الأرض. نعم يا عباد الله، توسل هؤلاء العباد، توسل هؤلاء الصالحون إلى الله جل وعلا بأعمال صالحة عملوها ابتغاء وجه الله وطلبا لثوابه ومرضاته، عندئذ قبل الله جل وعلا توسلهم وأرضى وسيلتهم فحقق لهم سؤلهم. وإنا نقف وإياكم مع ذلك الرجل الذي بر والديه في حال الكبر، لأننا في زمان فشى فيه بين الناس العقوق، عقوق الوالدين وتقطيع الأرحام، حتى أصبحت المجالس والنوادي وأماكن الشرط والرعاية الاجتماعية تئن من هؤلاء الفجار أنا عظيما. قال ذلك الأول: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، والأبوان في حال شي بيتهما وشيخي خوتهما يكونان أحوج ما يكون إلى الرعاية والحناية والصيانة والخدمة، لا في حال شبابهما ونشاطهما وقوتهما. اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت أرعى عليهما غبوقهما، فالإبل لهما ليس لهما من العشاء إلا هذا الحليب الذي يطعمونه من الإبل، فجئت إليهما وقد ناما، وإن الصبية أي أبناؤه يتضاغون تحته بكاء من شدة الجوع، ولم يقدم على والديه لا نفسه وقد تعب، ولا أولاده الصغار وهم يبكون من شدة الجوع، ولا أهله ولا أحدا غيرهم. وذلك من كمال بره وإحسانه لوالديه، ولو قدم أحدا من نفسه أو أهله أو أولاده على والديه لما كان ملوما عند عامة العقلاء. فتوسل إلى الله بهذا البر بقوله: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فقبل الله جل وعلا وسيلته وبره بوالديه الشيخين الكبيرين، وأجاب دعوته في الدنيا، وله عند الله جل وعلا عظيم الجزاء والثواب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وألوهيته وإيمانا بأسمائه وصفاته، مراغما بذلك من عطلها أو عاند بها وألحد وكفر. وأصلي وأسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر، خير آل ومعشر، ما طلع الليل والنهار وأقبل أحدهما على الآخر وأدبر. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله عز وجل واعلموا أنكم ملاقو ربكم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا ربكم جل وعلا ولاحظوا أنفسكم، هل بررتم بوالديكم؟ هل أحسنتم إلى أمهاتكم وإلى آبائكم؟ فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يهز قلوب أهل الإيمان هزا، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يصل الرجل زوجته ويقطع أمه، ولا تقوم الساعة حتى يصل الرجل صديقه وصاحبه ويقطع أباه، وما أرى ذلك إلا كاد أن يقع، بل قد وقع في بعض الفئام الذين هم لئام لا يستحقون شيئا من معاني المروءة والشهامة. إن من الرجال من يسعى في خدمة زوجته وتحقيق مطالبها ورغباتها وصلة صديقاتها وأقاربها في مقابل عقوقه وسوء تصرفه مع أمه. تصرفه مع أمه التصرف العاق،
وشأنه مع زوجته شأن العبد الذليل الذي يسعى في كل ما تأمره وتسعى به. وهذا يا عباد الله علامة نقص، وهؤلاء أشباه رجال ليسوا برجال. أمك اللاتي ولدتك وحملتك قبل الولادة في 9 أشهر ولاقت أشد الملاقات حتى وضعتك ابنا لها، ومهما بلغت من السن كبرا وعفيا تبقى في عين أمك وأبيك ذلك الغلام الصغير. الأم ليس بدلها أم، وكذا الأب ليس بدله أب، أما الزوجة فبدلها 100 زوجة. إن من اللئام من قرب زوجته ووصلها وأحسن إليها في مقابل عقوقه وسوء تصرفه وتعامله مع أمه. والله جل وعلا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال العلماء رحمهم الله: لو أن ثمة كلمة أقذع أو أقل من كلمة أف لقالها سبحانه وتعالى: كيف وبعض اللئام السفهاء يرفع يده على أبيه وعلى أمه ضربا أو يسبهما أو يتمعط في وجهه في وجوههما. أما زوجته وأما صديقه فإنه العبد الذليل القائم على خدمتهما وعلى أوامرهما، فإذا طلب منه أبوه شيئا قال: إليك عني، أنا مشغول، ألا ترى ما بي من العمل والشغل؟ فإذا اتصل به صديقه بادر إليه، وربما قضى الساعات الطوال مع صديقه أنسا به، فإذا أمره أبوه بأمر كان أشد نفرة من أمر أبيه. ألا فليتق الله هؤلاء وليعلموا أن جزاء العقوق مما يقدم لصاحبه عقوبة في الدنيا قبل الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. فإذا بر الإنسان والديه وجد عاجل المثوبة وعاجل الأجر من الله جل وعلا في بر أولاده له في الدنيا. أما إذا عق والديه فإنه يجد عاجل العقوبة في نفسه وفي همه، بل وفي ولده وزوجه وصديقه في الدنيا. فاتقوا الله عباد الله، وراقبوا ربكم جل وعلا، وأدوا الحقوق إلى أهلها، فإن أعظم الحقوق بعد حق الله وحق رسوله حق الوالدين، حيث قرنهما سبحانه بحقه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي آية الحقوق العشرة في سورة النساء يقول سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثبت في الصحيحين يا عباد الله أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. وقال في الرابعة: ثم أبوك. وبعض الناس قدم الزوجة أو قدم القريبة على حق الأم، وقدم الصاحب والصديق أو القريب على حق الأب، وهؤلاء قد بلغوا من العقوق مبلغا عظيما. نعم، هؤلاء بلغوا من عقوق الوالدين مبلغا عظيما، سيجدون أثر هذه المعصية وشؤمها في رزقهم وفي وظائفهم وفي تجارتهم، بل وفي أنفسهم وخواطرهم وسوء راحة بالهم. جاء رجل من اليمن حاملا أمه على ظهره حاجا بها بيت الله الحرام، فطاف بها وهو حاملها على ظهره، فلقي بعد الطواف عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فقال: يا صاحب رسول الله، هذه أمي أتيت بها من اليمن حاملا لها على ظهري، أتراني قد أديت حقها؟ فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا لا، ولا بطلقة واحدة من طلقاتها. أي لما ولدتك
ووجدت ألم ولادتك وإجهاض حملك بها، فلم تؤدي ولا طلقة واحدة من طلقاتها. إذا علمنا هذا يا عباد الله فبادروا إلى بر بأمهاتكم وآبائكم قبل أن يدهمكم أو يدهمهما الموت. وقد يقول قائل: لقد ذهب أبي أو ماتت أمي أو ماتا جميعا، فهل بقي علي من البر بهما بعد موتهما؟ فالجواب نعم. أول ذلك بالدعاء لهما كلما دعيت لنفسك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع به، أو صدقة جارية، قال: أو ولد صالح يدعو له. فادع لأبيك ولأمك في سرائك وضرائك، كلما دعوت لنفسك تكون قد أديت بعض حقهما وقمت ببعض البر بهما. من علامة البر بالوالدين الصدقة عنهما، وأعظم الصدقة إجراء الماء وسقيه. فقد ثبت في الصحيحين أن أم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ماتت، فقال: يا رسول الله، هل بقي علي؟ إن أمي افتتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عن أمي؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، تصدق عن أمك. دل على أن هذا من العمل الصالح. من العمل الصالح والبر بالوالدين بعد موتهما إكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فتصل أقارب أمك، وتصل أقارب أبيك، وتصل صويحبات أمك وأصحاب أبيك بالسؤال والهدية والصدقة إن كانوا من أهلها، والدعاء لهم وقضاء حوائجهم وسائر أعمال البر التي تؤدى لأمثالهم. لأنك إذا وصلت أقارب أبيك وأمك تجدد الدعاء لوالديك بقولهم: جعل الله من أتى بك بالجنة، أو من أرثك بالجنة، أو الله يجعل والديك في الجنة، فيتجدد الدعاء عندئذ لأمك وأبيك. خرج ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إلى مكة قاصدا العمرة، فبينما هو يمشي في الطريق ومعه أصحابه وطلابه، إذ لقي شيخا أعرابيا كبيرا في السن، فنزل من على دابته ثم أركب هذا الشيخ الأعرابي البدوي على دابته، وأصبح يماشيه ويؤانسه بالكلام، وأصحابه يتعجبون من صنيعه، حتى نزل ذلك الأعرابي وأخذ بطريق آخر، فقال له أصحابه: يا أبا عبد الرحمن، من هذا الرجل الذي فعلت به وهششت في وجهه وبششت؟ قال: إن والد هذا، أي هذا الأعرابي، كان صديقا لعمر، فابن عمر يصل أهل ودي وصداقة أبيه، وهذا من البر بالوالدين يا عباد الله. فاتقوا الله عز وجل وعظموا أمره، وبروا آباءكم وأمهاتكم، وبروا آباءكم وأمهاتكم تبركم أبناؤكم في حياتكم وبعد مماتكم. واعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء والعشرة وأصحاب الشجرة والمهاجرين والأنصار، وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وأعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك على العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم وفقنا للبر بآبائنا وأمهاتنا. اللهم اجعلنا باردين بوالدينا، ولا تجعلنا قاطعين لهما ولا قاطعين لأرحامنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ووالدينا ووالدينا، واجمعنا بهم في عوالي جنانك
في فردوسك الأعلى صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أفرغ عليهم الصبر إفراغا، اللهم اربط على قلوبهم واجمع على الكتاب والسنة كلمتهم ورايتهم. اللهم من أراد بنا أو بالمسلمين سوءا اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم وفق ولاة أمورنا لطاعتك وحسن عبادتك، اللهم اهدهم بهداك، اللهم وفقهم لطاعتك، واجعلهم ناصرين لدينك، عونا لأولئك، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهم ولاة رحمة على رعاياهم، ومن علمت منهم سوءا اللهم فاهده أو أبدلنا خيرا منه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له